بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة واسألوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله والسميع من لدي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه نبي يدعى للناس الذي بمكة مبارك وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن السماء وجهه وأنتم الشهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تسنى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد قتلتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فمن قلوبكم وسمعتم من عبده خالا. وكنتم على شفا غفرة من النار فأخذكم منها. أذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا وتنفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأن الذين اسودت وجوههم كفرتم على إيمانهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومن الذين يضلوا وجوه في رحمة سنة فيها خالدون. تلك آيات الله نسأل عليك من حقه وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى الله ترجع الأمور. وأنتم خير أمة خارجة للناس تأمرون بالمعروف يدعون على المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل من كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضريبا صليم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وظلمًا عليهم المسيرة. ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآياتنا وينذرون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسنون آيات الله
وائما ذو يسر لا يدل ايانا النين وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويمرون بالمعروف ويمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسالون به خيرات واولئك من الصالحين وما يفعل من خير ولن يغفر والله عليم بالمتقين ان الذين يفرون الدغري عن والدهم ولا اولادهم من الله شيئا وهم لا يسامون لهم فيها خالدون فسالوا ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كما سال العين فيها سر نصابا فيها سر نصابا سوى من ظلم وسوى نكد وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا ميضانا من دونكم لا ينونكم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما انتم من صنور مكبر قد بينا لكم لا يدينكم تنكرون انهم ولا يحبونهم ولا يعيبونهم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نكوكم قالوا آمنا وإذا قرروا عليكم الأمير من الغيد قل أمرتم وإذا من الله عليم بذات الصدور إنما سأسكم وسندوا رسوله من أرسلكم سيد يبرأ بها وإن تسمن وتتقوا لا يضرك وإنتم شاهدون الله بما يعملون محيط وإن تغضبوا سبيل ذلك النبي والمؤمنين وقيد الكتاب والله سميع عليم إذا أن صائما سالمكم والله عليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم مطلوب الدنيا وأنتم مدينة واتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقولوا للمؤمنين أن ينفقوا ربكم من سنة سنة آلاف من الملائكة المرسلين بلى إما اصبروا ونتقوا ويدعوكم من فرق وتبدل وربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي عند سن الكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاذبين والكاذبين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فإنشأنا ظلموا فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إن الله لم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك يسألون مغفرة ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد أدخلت من قبلكم سنة وزير بلاد فانظر كيف كانوا عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أن يمسسكم الله فقد مس القوم أكثركم من سلو وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويدخل منكم الشهداء والله لا يحب الظالمين وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا وقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن بدأوا دينا قد أمتم على قابكم ومن يقرم عليك من يضر الله شيئا سيزل له الشاكرين وما كان لنفس المدين بدين كتابا مؤجلا ومن يريد سبب الدنيا نؤتي منها ومن يريد سبب الدنيا نؤتي منها ومن يريد سبب الآخرة نؤتي منها سن الشاكرين وكيف يا نبي قاتل مع ربه ولك سيط فما ونور ما صام من سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يعم الصابر وما كان قولكم الا ان قالوا ربنا فينا ذنوبنا وانصرفنا في امرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأداهم الله سبب الدنيا وحسن الثواب الاخر والله يعيب المسلمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين ولله مولاكم وخير الناصرين هل نلقي من قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونكم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر والصدق بما تبارككم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صدقوا عنهم يا من ثاني يقولون أنفعكم الله ذو فضل على المؤمنين إن سنون على دنون على دنون سنون في أخراكم وزابكم غم بغير كي لا تنسوا على ما مداكم ولا ما صامكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من الغم أبدًا وأن يشاء طائفة منكم طائفة والطائفة قد آمنوا وأنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير لك يظن الجيد يقولون لنا من الأمن من شيء قل إن الأمن قل إن لا يفر في أمس ما لم يدون لك يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قد الله هاهنا ولو كنتم في ميوتك ولبرز الذين أودم عليهم الوسر وليبسني الله بفي سنوركم اليوم السماء في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين زوروا منكم يبلغوا الجمعان إنما تزنهم الشيطان مهد ما يسمى ونغنى فالله ونحن من الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الذين فرقوا نور إخواننا ظلموا إذا ظلموا فلأنهم كانوا سنوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لجعل الله دين يسرى من قلوب الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يتعملون بصير وقتلتم من سبيل الله يمدون من رد من الله وربد خير مما يجمعون ولئن متوددتم لئن الله تشارون فبما رحمت من الله لينت لهم ولو قوت بعضهم وليضر المينا وانفضوا من اولي وفضوا السمينكم وشاوروا في الامر فان عزمنا توكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله لا غالب له ويضر من الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقول وبين يأتي بما قال يوم القيامة ثم
قد وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن دمى رضوان الله أفمن سوى رضوان الله كمن باع السواد من الله مواه جنم وبئس المسير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعثهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة ولا أصابتكم من سيئة كل من هذا كل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ونعم المؤمنين ونعم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يمينا فمقالوا لو نعلم قتالا لسمعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان يقولون من فهم ليس من ربي الله أعلم بما كانوا يقسمون. الذين قالوا لإخوانهم قعدوا لو أعطونا ما قتلوا قل فانظروا على أنفسكم ما تكونوا صالحين ولا تنسون الذين قتلوا من سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاكم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلقوا من الألف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يهدي أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم ونقر منكم أدعوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس وجبوا لكم الشهوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأقنبوا من نعمة من الله وفضل لم يستسهم سوء واتبعوا رضوان الله وفضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوكم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يسوق الذين يسارعون في الكفر إنهم ليظن الله شيئا يريد الله لا يجعل الوضع من آخر ولكم عذاب عظيم. الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولكم عذاب عليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه دائما وميسر من الطيب. وما كان الله ليسلمون الغيب ولكن الله السميع من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتسعوا فلكم أجر عظيم. ولا يسألون الذين يبخلون بما أتوا الله من فضله وخير لهم وشر لهم سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونلوانيا فنادوا من قول وغسلوا نبيا أبوين أكد ونكونوا ضوء ذابا حريقا ذلك بما ودبا سيدكم أن الله لسمي ظلام إذن عبيد. الذين قالوا إن الله عيني لينا أن لا نؤمن لرسل قد يتينا من قربات تكون النار قل قد جاءكم رسل من قبلي
قبري بالبينات ومن الذي يكون مريم دمكم إن كنتم صادقين فإن دمك فقد بدر رسل من قبلك جاءوا بالبينات وصبر الكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما تفر جرم يوم القيامة ومن زوزع للنار ودخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إن بدأوا قرون ذبانه ونبي أبراهيم وموسى ونتسر من الذين يذهب من قبلكم ومن الذين أشركوا ودم كثيرا وإن أسمروا وتتقوا فإن ذلك مثل عزم مثلهم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تسمن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون بما أتوا بما لم يفروا ولا تسمن أقم وفاتي من العذاب لهم عذاب أليم السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في علم السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بما يتفكرون في علم السماوات والأرض ومن آمن خلد آدمتنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد أزيد وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادينا دين الإيمان نمن برم وامتنا ربنا فافنا ظلمنا وافنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واسنا ما وعدنا وعدنا على نسل ولا نسينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لكم رب من دينا ودعوا عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذي لا يجر وخرجوا بالنيان موضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقدروا لو كفرتم سيئاتهم ولنخر من الدنيا جريم ودتنا دارا سوابا من عند الله والله يدق سن سوابا لا يقوم أنك تقول الذين أمروا في البلاد متاع قدير ثم ما وغنى وميس المياد لكن الذين تغنوا لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الأنهار خالدين فيها نصر من أدل وما إن الله وما عند الله خير للأبرار وإن من النداء من ميمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم غاشيين لله يشهدون بأيدينا ثمنا قليلا أولئك المجرمون ربي من الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وضابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.